حنا الساكنه ديال كاريان سانترا اللي تم الهد من البراري ديالنا يوم 8 مارس 2016. من 8 مارس وحنا كنعانوا التشرد اليومنا هذا، وحنا دابا كنقيموا حاليا حنا قدام البراري ديالنا اللي كانوا ريبوا لينا، حنا في الارض ديالنا اللي ريبوا لينا، ريبوا لنا الارض بدون حلول بدون اي حاجه، ريبوا لينا ولحونا للزنقه، مع العلم اننا عطاونا وعود، وديك الوعود راه 3 سنين وحنا موعودين، وديك الوعود كلها عرفنا بان وعود كاذبه، ما عندهاش شي حاجه اللي غنبنيو عليها، ما كاينش، كاين غير الشفاوي، شي حاجه اللي ملموسه اللي غنشدوها بيدينا ما كايناش. جميع الجهات المعنيه بالامر التجئنا ليها، من وزاره الداخليه، من وزاره الاسكان، من مفتشيه العامه للتراب الوطني، جميع الجهات المعنيه بالامر اللي عندها علاقه بالسكن التجئنا ليها، ما كاينش شي جهه اللي كتعطينا شي مبرر اللي هو حقيقي اللي غادي نقدروا نبنيو عليه شي حوايج، ما كاينش حتى هما وعود كاذبه. بغينا نعرفوا شي جهه اللي معنيه بالامر اللي غتنظر لهذا الملف بعين الاعتبار، مع العلم اننا راه كنا عندنا وثائق ملموسه، واش المقدم ولا القيد كيشهد بك بانك ساكنه وكيعطيك شهاده اداريه وكيعطيك شهاده المواكبه وكيعطيك شهاده السكنه، مع العلم انك عندك لاكارت ناسيونال على البراكه، وفي الاخر ملي كتجي كيقول لك ما محصيش، من انا ما محصيشش عطيني بعد اصلا جميع الوثائق اللي كتبت الساكن، ما تعطيهمش ليا، هادشي اللي كنعرفوا حنا بغينا على القانون اللي يطبق، بغينا القانون يطبق بمعنى الكلمه، ما يطبقش شفاوي، الا كان شي حاجه وما عنديش حق يعطيها ليا ملموس بانني ما عنديش حق وسني ليا فيه. يا مالك وصيتيهم، يا مالك وصيتيهم، الوقفه اللي واقفين حنا في هذه الارض اللي حنا تجاوريبونا براكنا هنا، حنا حيدونا من هنا، حنا ناس كنعانيو، كاينين حالات، كاينين ارامل، كاينين امهات عازبات، كاين مطلقات، كاينين الناس هنا كيعانيو، حنا كارين مسخسخين في الكره من 2016 ومازال لحد الان مازال مشردين، وطرقنا جميع الابواب، دقينا جميع الابواب، باقي هاد الناس ما خرجوش معانا بحل، لا يعقل باش يجي يريب لك براكه وما يلقاش لك حل، كنمشي الباشا اللي كان اللي قبل من هذا اللي جا عطانا وعود، وهذيك الوعود باقي ما شفنا منها حتى شي حاجه، هاد الناس هما الناس اللي كتشوف هما الاكثريه مشردين، كم عازبات، مطلقات، ارامل، ايتام، عاد زيد على السي بن عمر اللي هو رئيس الجماعه اللي حنا درناها حنا، ناض كيقول لهم في البرلمان بان عماله عين صباح الحي المحمدي كلشي الناس مشاو ناشطين ساكنين، ها الناس اللي ناشطين ساكنين هما هادو، ها السي بن عمر، شوف الناس، شوف المشردين، الناس اللي باقا مشرده، ارامل، ام عازبات، ايتام، مطلقات، هذا قال لك كاين حالات اخرين، قال لك الناس ديال 2009 والفوق ما داخلينش الدراسه. الصغير والناس وحنا عندنا اولاد الحرام والمسؤولين ديالهم يديروا هذا راه يعقل. راه انا الحق ديالنا جيب 100 شكايه درت، ما خليت ولايه، ما خليت حتى واحد ما عطانا الحق. انا كرياني، انا كرياني، انا الهاويه والسلاله، الهاويه والسلاله. كنطالبوا من الناس المعنيين والسلطات اللي ريبوا لينا هما يوقفوا معانا باستفادات الناس اللي ضايعين، ولا ما كانوش يوقفوا معانا باستفادات حنا راه غنرجعوا نديروا العشاش في بلايصنا، ولا غنمشيو امام الجماعه الحضريه اللي ريبت لينا، هما اللي غادي يعطونا حقنا ومن تما يهزونا ميتين ولا حيين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.